في موضوع اخر وجهت اداره وفاق سطيف رساله مفتوحه الى رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون تب تناشده التدخل من اجل انصاف النادي ومنحه حقه من خلال تمثيل الجزائر في رابطه ابطال افريقيا وهي حقوق مشروعه الا في نظر المكتب الفدرالي وحسب بيان الفريق عبر الفيسبوك فان الرساله تضمنت ايضا مطالب النادي اداره وجمهورا بالاستفاده من شركه وطنيه راعيه وكذا ملعب يليق بسمعه النادي الذي طالما جمع الجزائريين علي الافراح والتتويجات محليا قاريا عربيا وعالميا